على ولدي اللي غادي يديرها، لحقاش وقف معانا الله يسهل عليه. هو ولدي حسام تا هو صحفي قناة حصري، وجا عندنا صور، والمعاناة ديال دعاء عانينا مع دعاء من شهر 11 حنا كنعانيو مع دعاء من شهر 11. الحريق كيشد الحريق في راسها، الحريق هنا في هاد العين ديالها، العين ما كتشوفش بها، كتشوف غير بوحدها. عانينا مع دعاء يعني من تما وحنا في السبيطارات، مشي اليوم تمشي لي غدا، تمشي اليوم تمشي لي غدا، ويكون شي جواب. والحمد لله ملي مشينا للسبيطار ونحست نحست ديك العشر ايام في رمضان قبل رمضان، ونحست 10 ايام في رمضان هي 20 يوم. اكتشفوا كيقول لنا ودي هاد البنت راه ما غديرش هاد العمليه، هاد العمليه راه جاتنا صعيبه، جاتنا بلاصه حساسه في العروق. قلت له شنو المعمول؟ قالت لي انا غدير اشعه قامه. القامه كدير شنو؟ جا نسولو هاد القامه شحال كدير في كلينيك؟ كدير 8 مليون و30 الف ريال. 8 مليون؟ واه حنا ولدي 8 مليون و30 الف ريال ما عندناش منها، تا دايره هذيك الساعه وما عندناش. صافي عطيتها غير اللي بكى، قلت لها ساكن بكي ليش ما صافي. كنت نقول انا بنتي جتها قلت غتعالج في السبيطار اللي هو غتعالج فيه، ها هي ترفضت منه. فين غتمشي؟ فين غنمشي؟ فين غندي بنتي؟ غنرد مريضه، رديتها مريضه. صافي كنبكي، كنضل كنجري انا واختها في الجمعيات. نهار كامل مشينا للرباط، مشينا للسلا، مشينا لثلث مارا، مشينا للقنيطره، كنضلوا يوميا كنجيرو. يعني دقيتي جميع الجمعيات؟ ما حتى شي جمعيه ما وقفات معاك؟ دفعت الوراق، صورت، حتى حاجه ما كاينه، بدوني جدوى، حتى حاجه ما كاينه. كنمشي وكنجي صافي، ملي كنجي للدار كنعطيها اللي بكا، كنقول بنتي غتضيع ليا من بوليدي. صافي تا جا داك الولد حسام صور، و مني جا قال لي راه عيط لنا طريقه دافع على الجمعوي. قال لك اودي راه كاين واحد الولد راه هذا راه غادي يشص. انا ما كنعرفوش. قلت له ولدي انا ما كنعرفش هاد. قال لي خالتي راه جار سبيتي في هذاك. قلت له ولدي ما كنعرفوش، وفعلا ما كنعرفوش. مني جا صور معنا ديك الليله الحاله، مني صور الحاله عطينا النمره ديال التليفون، عاده ولا شويه ديال التفاعل، ولاو كيهضروا معنا الناس مع الزوج ديالي. كاين كل واش كيصيفط، كاين اللي كيصيفط غير 3000 الله يرحم الوالدين، كاين اللي كيصيفط 100 درهم الله يرحم الوالدين، كاين اللي صيفط على الدعوات الله يرحم الوالدين. هاد الدعوات كينفعوا. واحد السيد اللي صيفط لنا 2 مليون الله يسهل عليه من كازا. يعني ناس واقفين، ناس ما كرهتوش شكون المبادره اكثر. جا واحد السيد ثاني كيسكن هنايا، هو ولد القنيطره وكيسكن في صلاه. جا عندي نهار العيد، ملي شاف داك الشيء قال لي خالتي انا غندي الدعاء غنكسيها. هي قالت لي ماما ما تكسينيش، انا ما تكسينيش، انا بغيت ندير غير القامه. قلت لها لا بنتي، ملي جا السيد غيديك سيري. جا مسكين دا هو مرتو في الطوموبيل، كساوها وجابوها. قال لي خالتي ها هي الميدان كسيتها وجدتها. قلتي لنا في الاول انه ما كانوش اللي يعني مديتي كاع دقيتي كاع البيبان الا وجه الله عز وجل. من بعد انه جاو ناس اللي ما كنتيش انا متوقعه، ما كنتش متوقعه. ما كنتش متوقعه، ما كنتش متوقعه. ما ولدي ربي ربي. واش حسيتي ملي لقيتي الناس كيدعموك بهذه الطريقه؟ من بعد ما كانت كاع البيبان مسدودين فيك حسيت بالراحه. المهم رجع لي الامل، رجع لي الامل اولدي. حنت في الاول كنت منهاره وكنبكي، وفي الاخر مني شفت هاد المبادره وشفت كلشي وقف معايا وشفت هذا، ارتحيت لانني ما الحمد لله. اللهم لك الحمد. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.